يعني مشاهدينا، أكيد التغيرات المناخية بشكل عام بتأثر وبتنعكس سلباً على المحاصيل الزراعية، وهنا في مصر في متخصصين بيعملوا على رصد هذه التغيرات المناخية وانعكاسها على المحاصيل الزراعية، وهو الرصد الفلكي للتغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، إزاي بيتم التكيف معها وإزاي كمان بيتم معالجة هذه الآثار السلبية على المحاصيل الزراعية. ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. دلتا النيل من أهم المناطق اللي قد تتأثر بارتفاع منسوب البحر.